السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طالبات الصف الأول الثانوي. اليوم إن شاء الله موعدنا مع درس جديد عن خصائص المفصليات والحشرات. في البداية نتعرف على درسنا اليوم. تقوم الطالبة أهمية الهيكل الخارجي والزوائد المفصلية وتقسيم الجسم اللي تتميز به المفصليات، وتقارن بين تكيفات الأجهزة المختلفة الموجودة داخل المفصليات، وتميز أعضاء المفصليات التي تمكنها من المحافظة على الاتزان الداخلي وغيرها من الصفات. أما بالنسبة للفكرة الرئيسية أن للمفصليات أجسام مقسمة وهيكل خارجي صلب وزوائد مفصلية، من الفكرة الرئيسية نستخلص خصائص المفصليات. المفصليات تتميز بثلاث خصائص أساسية: أولا أجسامها مقسمة، ثانيا تمتلك هيكل خارجي صلب، ثالثا تمتلك زوائد مفصلية. خصائص المفصليات، حددنا في الفكرة الرئيسية ثلاث خصائص أساسية تمتلكها المفصليات، اللي هو الجسم المقسم والهيكل الخارجي والزوائد المفصلية، بالإضافة إلى أن من 70 لـ85 من أنواع الحيوانات المعروفة حاليا بتنتمي للمفصليات، كما أن معظم المفصليات بتعتبر حشرات مثل الفراش، الخنافس، النحل، الذباب. أما بالنسبة لمستويات بناء جسم المفصليات اللي هو الهيكل التصنيفي، تتميز المفصليات بأنها حيوانات متعددة الخلايا، تمتلك أنسجة، لها تناظر جانبي، تمتلك تجويف جسمي حقيقي وبدائية الفم مثل الرخويات والحلقيات، أي أن الفم ينشأ من فتحة الجسترول الأولى يليه فتحة الشرج. التقسيم: تشترك المفصليات مع الديدان الحلقية في خاصية أن الأجسام فيها مقسمة. ففي المفصليات الجسم مقسم إلى ثلاث مناطق: الرأس والصدر والبطن، حيث أن الرأس بيحتوي على مستقبلات الحسية، مستقبلات الشم واللمس، ومنطقة الصدر هي تعتبر هو الجزء الأوسط اللي بتتصل به الأرجل والأجنحة، والبطن هي المنطقة الثالثة اللي بتحوي أعضاء الهضم والتكاثر. لو احنا نظرنا في الصور نجد أن جراد البحر الجسم فيه مقسم إلى منطقتين، حيث يتم فيه التحام منطقة الرأس والصدر مع بعض، ودي المنطقة الأولى، ثم منطقة البطن. أما بالنسبة للسرعوف فبتظهر فيه الثلاث مناطق اللي هي منطقة الرأس ومنطقة الصدر ومنطقة البطن. وبالنسبة للخاصية الثانية وهي عبارة عن الهيكل الخارجي، نجد أن للهيكل الخارجي ميزة كبيرة لأنه يعطي الجسم شكله ويدعمه ويحمي أنسجة الجسم الداخلية ويقلل تبخر الماء في المفصليات التي تعيش على اليابسة ويعطي مساحة لاتصال بالعضلات. ويتركب الهيكل الخارجي للمفصليات من مادة الكيتين، وهي عبارة عن اتحاد سكريات عديدة مع البروتين. أما بالنسبة للخاصية الثالثة وهي عبارة عن الزوائد المفصلية، الزوائد المفصلية هي عبارة عن تراكيب مزدوجة مثل الأرجل وقرون الاستشعار، بتمتد من الجسم للقيام بوظائف مختلفة مثل الحركة، السباحة، التزاوج، الحصول على الغذاء، وبدون تلك الزوائد لا تستطيع المفصليات القيام بالعديد من الوظائف. وهناك خصائص أخرى للمفصليات مثل الانسلاخ، ولكي تنمو المفصليات يجب أن تتخلص من هيكلها الخارجي
لأنه يتكون من مادة غير حية من الكيتين. فكيف يحدث ذلك؟ توجد غدد في الجلد بتفرز سائل يطري الهيكل الخارجي القديم، وبزيادة حجم السائل يزداد الضغط على الهيكل القديم مما يؤدي إلى إزالته. وهنا في الصورة يتضح هيكل انسلخ عنه عقرب. أما بالنسبة للتغذي والهضم، نشوف الأول التغذي. نجد أن للمفصليات طرق متعددة في الحصول على الغذاء، ولكن معظم المفصليات بتحتوي على زوج من الفكوك القادمة التي تسمى بالفقيم، ودي بتتكيف لعدة وظائف مثل اللسع أو اللدغ أو المضغ أو القص. أما بالنسبة للجهاز الهضمي للمفصليات، فهو جهاز في اتجاه واحد بيبدأ بفتحة الفم والأمعاء والشرج، بالإضافة إلى بعض الغدد الملحقة والتي تقوم بإفراز إنزيمات هاضمة. أما بالنسبة للتنفس، فبتختلف التراكيب التنفسية في أنواع المفصليات، فبعضها بيتنفس عن طريق الخياشيم، وبعضها عن طريق القصبات الهوائية، والأخرى عن طريق الرئات الكتابية. من أمثلة المفصليات التي تتنفس عن طريق الخياشيم مثل جراد البحر، حيث يستخدم الخياشيم في الحصول على الأكسجين للقيام بعملية تبادل الغازات. أما بالنسبة للقصبات الهوائية فموجودة في الخنافس، ونجد أن القصبات الهوائية بتتفرع إلى قصيبات هوائية أو أنيببات أصغر لحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ويدخل الهواء إلى القصبات الهوائية عبر ثغر تنفسي في جدار الجسم. أما بالنسبة للتركيب الآخر، هو عبارة عن الرئات الكتابية، موجود في العنكبوت، وأيضا بيدخل الهواء إلى الرئة الكتابية عبر الثغور التنفسية. جهاز الدوران. تتميز المفصليات بأنها تمتلك جهاز دوران مفتوح، حيث أن القلب يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر أوعية دموية، ولكن الدم يعود إلى القلب خلال مناطق الجسم المفتوحة. وتعتمد المفصليات على جهاز الدوران في نقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات، وليس توزيع الأكسجين. أما بالنسبة للإخراج، فالإخراج بيكون عن طريق أنابيب، تراكيب تسمى بأنابيب ملبيجي، وهي تتصل بالقناة الهضمية بالأمعاء لتفرغ فيها الفضلات كما نرى في الشكل. الاستجابة للمثيرات. تمتلك معظم المفصليات سلسلة مزدوجة من العقد العصبية، حيث يتكون الدماغ من اندماج عقدتين عصبيتين. ومن مستقبلات الحس عند المفصليات، أولا العيون المركبة، والتي تسمح بالإبصار وتساعد الحشرة على الطيران أو تمكنها من الهروب. هناك أيضا غشاء الطبلة، والتي عن طريقها تستقبل اللي هو الاهتزازات الصوتية، ويختلف مكان غشاء الطبلة باختلاف نوع المفصليات، فقد يوجد على الأرجل الأمامية كما في صرصور الليل، أو على البطن كما في الجندب، أو في منطقة الصدر كما في العس. وأيضا تتواصل أفراد الحشرات عن طريق مواد كيميائية تسمى بالفيرمونات. الحركة. المفصليات حيوانات نشيطة قادرة على الزحف والمشي والتسلق والحفر والسباحة والطيران، وهذا يرجع إلى وجود جهاز عضلي متقدم. في الشكل هنا مقارنة بين الجهاز العضلي في المفصليات وفي الإنسان. أما بالنسبة للتكاثر، معظم المفصليات تتكاثر بطريقة جنسية، والجنس فيها منفصل، إلا أن القليل خنسة، أي أن الفرد بيحمل الأعضاء التناسلية والأنثوية في نفس الوقت. ومعظم المفصليات لا تقوم برعاية صغارها، إلا أن بعض العناكب والنحل
بيقوم باحتضان البيض ويرعى الصغار. ومن هنا فقد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.